تحياتي لكل الاصدقاء والمتابعين، نحييكم من شركه العذاري ابو عبد الله الغالي مدور حبيبي يا ابو عبد الله. مفاجاه. حوالي وديت الولد هذا ميت استوى؟ ايه طلع اطلع عم يطلع حار ومقسم ورخيص. عشيرك 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 عيوني. شلونك عيوني؟ حياك الله ابو عبد الله. يا ابو ذيك الزياره كان عندنا موضوع تخفيض و تخفيض بالاسعار، تشجيع للمشاريع الصغيره. هالمره جبنا وجبه جديده. هسه هذا الفلان شنو صنعته؟ هذا التركي نفسي. تركي الباب الاول. التركي الالتن توب. وهذا الخط مال الشركه. هذا طبعا يجي باسم حضرات العذاري. بالضبط. هسه انا بدي اراوي للمشاهدين فشغله جديده نزلت هسه. أيه. شويه هاي الحلو بها انه اقتصاديه بالوقود. هذا الفرن الماليزي. باو عذابه. تكمل. هو داخل ستيل، حتى الداخل ماله ستيل. ستيل ستيل حميد. هذا شنو الحلو به؟ وزنه خفيف. بالضبط. لك وعمي طلع الولد وين خليته؟ اقفلها؟ اقفل. لا اقفل. طلع الولد يا معو. اقفل علي اقفل. يا اقفل علي اقفل. من افراد العذاري ارقى افراد تركيا وهذا ماليزي. هذا ماليزي ابوهم بعد راح. هذا باسم الشركه استيراد خاص وطلب خاص الشركه العذاري والاسعار منافسه للسوق. شو تريد تطلع؟ هاي وكالتنا، وكالتنا خاصة باسمنا سالفة ستار. باور. هاي علامتي النجمة باور. هاي جبت لك مكتوب باسمنا. هاي علامة النجمة. ماليزي. هذا شلون اكو فرن الطبقي الماليزي معروف اكو ناس وايد مشتغلة بيه اللي هو هذا النموذج ماله هذا الفوق. ابو عبد الله هسه احنا اليوم نقول اكو مشاريع صغيرة واكو ترند وبراندات عندنا خاصة بالعاصمة الحبيبة بغداد. صح. وعندهم فروع بكل المحافظات بالبصرة بالناصرية بكربلة. صح. بالنجف وحتى بكردستان العراق. الأغلب الأفران والمشاهير مال المعجنات والصمون والحلويات. الإقبال مالكم على الماليزي لو على التركي تاخذون أزيد. والله هو يعني شلون نقول المعروف التركي. التركي هذا السند السوق. اغلب الافران قول 80% سوق منه زين، والافران الغاليه مثل هذا باب الاغا هذا دخلناه جديد للسوق مالنا. ايه؟ شنو اللي فيه حلو؟ انه اقتصادي بالوقود. بيت النار ماله ململم، واقته ململمه، يعني نقول هناك اذا يصرف مثلا 1000 لتر، هنا يصرف لك 600 لتر او 500 لتر. يعني اقتصادي. مصرين به هواي امور. شغل الصوف مالته. عوازم به كلش هوايه. ما فيك فرن. بعد حرافه السراف. شوف بالتركي يكون يعني ما يحس حتى حراره حراره على العمال ما تشرب يبقى حتى بالفوق هسه راح اراوك اياها من فوق انا حاسس على مرخصتك اراوك حراره للمشاهدين عندهم شنو؟ هنا الغاب وجاي فوق هذا القديم. جير بوكس هذا القديم. هاي تركيا. سرعه واحده هذا الموديل القديم اللي هو التركي. خوش. بينما هنا الجماعه اخواننا الماليزيين سووا جير بوكس مبسط. حتى طونه هاي مال الشرطه هاي طبعا من بيسافره من تستوي البضاعه يدق سافره جهاز انذار واحده بالضبط واثنين مطينه فلور المروحه مالته سرعتين يعني حتى من يشتغل ما تسمع صوته ما تدري شغال مو شغال ما يبين عندك صوت هادئ يعني شلون السيارات الحديثه صارت مكاينها سايلنت نقول صامت هاي من من بي من بي صوت قوي ايضا يكون بصرف قوي عشتيك بالله الله عيوني ابو علاوي الورده هسه شنو الافران نقول جهزتها على مود مثل ما هم نجحوا ان شاء الله باقي الافران هم تنجح شنو الافران خذوا من عندك والله الله يزيدهم ويرزقهم يعني الاسماء اللي هي شلون نقول ترند او الاسماء المعروفه ببغداد او المحافظات يعني عندك نبدي بيمن يعني هو نعتبره نمبر 1 مو اخونا الخاصك يعني هم رقم واحد بس هسه الاحدث شيء صار افران الزيتون افران الزيتون افران الزيتون اخذ الماليزي اخذ كم قطعه اخذ الماليزي؟ تسع قطع اخذ من عنده شوف لي الجمال مالت العربانه مالته لا سجنه ولا هوسه ولا ابد يخلي الطاوليات وصمون كهربائي كير هذا مو ما بيستشفى ما بيستشفى مثل التركي معقد كلش حلو اي عربه وبيسبايك هذا كمل عيني بس خليني اشوف